السلام عليكم. احنا مدرسة أبطال العراق من المدارس المنكوبة والمهمشة والمنسية في قضاء قلعة السكر. مدرستنا عبارة عن 5 صفوف، البناية 5 صفوف، والتلاميذ الموجودين 6 شعب. فهذه الشعبة ما عندهم صف، قاعدين هنا ندرس بيهم بهذا الجو البارد. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا من داخل العراق من زاخو حتى الفاو على 1 من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة، فبأي لحظة من لحظات البرنامج تقدر تدق على 1 من ذني الأرقام الاثنين. أما من يسكن دول المهجر والأشقاء العرب من الخليج حتى المحيط، من الخليج العربي حتى المحيط، يقدر يتصل بنا على 1 من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة هنا. فعدكم أيضا ذني رقمين للاتصال، فهاي الأربع أرقام فقط للاتصال، ذني رقمين دوليات ورقمين دي الداخل العراقي، ذني فقط للاتصال. أما هذا الرقم اللي تشوفوه أمامكم مثل ما تلاحظون هنا مكتوب للمشاركة عبر الرسائل، يعني في حال ما قدرت تتصل بينا مع شديد الأسف ما راح نقدر نسمع صوتك، أو ما قدرت تحصل رقمنا، أو ما عندك رصيد تدق علينا، أتمنى أنه تكتب لنا رسالة على هذا الرقم اللي تشوفه أمامك الآن، تكون متبوعة باسمك ومكانك حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. أما هذا الرقم ما أقدر أستقبل به أي مكالمة صوتية، ما أقدر أستقبل به أي رسالة صوتية، ما أقدر أستقبل به أي فيديو. فاللي عنده فيديو يريد ينشره على شاشة الرافدين، عندكم الشريط الأبيض بنافذة أنت ترى، تقدرون تدزون فيديوهاتكم حتى تنشر على شاشة الرافدين. أما اللي عنده مشاركة ببرنامج صوتكم فهي الرسائل المقروءة فقط. الفيديو اللي شفتوه مو موضوع حلقتي، بس هو فيديو مهم دا يعانون منه الطلاب العراقيين، ودا تعاني من عنده وزارة التربية، ودا تعاني من عند المؤسسات التعليمية العراقية، أنه الإهمال بحياة وصحة وبيئة التعليم، والإهمال في واقع التعليم العراقي، والإهمال في كل شيء يخص التعليم العراقي، لدرجة أنه الطفل قاعد بالساحة صبورة على الحائط ما عنده سقف، وبهالبرد هذا الهواء يضرب بي والشمس تصقع بي والمطر ينزل فوق راسه، نتيجة أنه المدرسة ما موفرة صف. أدري يعني مدرسة بها 5 صفوف، إذا كل صف بي 20 طالب، هاي 100، شنها المدرسة هاي بها بس 5 صفوف؟ المهم موضوع حلقتي، أكو ظاهرة بالعراق انتشرت بعد عام 2003، الكل يعرف أن العراق بيه فساد، أكو فساد سياسي، وأكو فساد إداري، وأكو فساد مالي، وأكو فساد في كل نواحي الحياة بالعراق، خصوصا فيما يخص الحياة السياسية أو ما يخص حياة الناس. ما أقصد أنه الناس هم، لا، ما يخص حياة الناس اللي هي أموال الشعب، الأموال العامة، أموال الدولة العراقية، بيئة المؤسسة، طريقة عمل المؤسسة. المهم كل جيش بالعالم يشتري أسلحة عن طريق صفقات يقوم بها مع الشركات الموردة للأسلحة، وتوصل أسلحة عن طريق هدايا أو عن طريق هبات من الأمم المتحدة، من حلف، من دولة مجاورة، من أي مكان توصل هاي الأسلحة. هذا كل اليوم بالعراق دا يصير، وعدنا أسلحة. هذا السلاح اللي واصل للجيش العراقي هو مال عام، هو مال من أموال الدولة العراقية، صارفة عليه الدولة من الخزينة حتى تجيبه، وصل، تورد، دخل رقم وارد، ودخل المخازن العسكرية مع الجيش العراقي. المفروض هذا ما حد يقدر يوصل له إلا بأوامر عسكرية عليا، والأوامر معروفة، والأسلحة تطلع لازم مسجلة ومقيدة. لكن فعليا أكو ضباط رفيع عين المستوى مثل ما قالت التقارير، ذول الضباط هم اللي يساعدون على تسريب هاي الأسلحة من المخازن اللي تابعة للجيش حتى تنباع هاي الأسلحة للميليشيات. السؤال اللي أريد نجاوب عليه، سوق السلاح السوداء ليش اتطور بالعراق، وليش ازدهر بالعراق، ومن المستفيد من وراء، ليش ماكو رقابة حكومية على هذا الأمر، وهذا السلاح مو مال عام
شلون ماكو اي عليه مراقبه وليش صار اللي صار وليش تهرب والضباط ذولا شلون قدروا يتصرفون به هو مال عام. والنقطه الاهم شلون طلع من المخازن، شلون وصل للجهه الاخيره واكو سيطرات نوعيه واكو سيطرات جيش واكو سيطرات ميليشيات واكو سيطرات شرطه، وشلون ما تحاسبوا وما حست عليها القيادات العسكريه انه طلعت من مخازنها اسلحه. كل هاي اتمنى تجاوبوني عليها. عندنا اتصال ابو محمد من كركوك، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك استاذ فهد؟ هلا بيك يا الغالي. شلونك استاذ العزيز؟ هلا بيك يا الغالي، دا اسمعك. شلون؟ عمن ال استاذ عمن عن الاسلحه؟ ايه أستاذ. ابو محمد تقدر تنصي لي صوت التلفزيون لين دا يشوش على الاتصال مالتك؟ نعم. ايه تفضل اخويا. مو كل شيء معطل، مو بس الاسلحه. نعم كل شيء معطل، يعني هو بالاراض النازحين والاسلحه والسلاحه وكذا، وما يصير صوت حل هذا الحكي. الو استاذ. اي نعم. اي يا حبيبي قلبي اسمع. ما يرهم لك الحل هذا بعد. لا عاد شنو الحل يعني اذا ما يرهم له الحل، او انت تقول ما يرهم له حل، يعني نسلم لهذا الامر والشعب العراقي يعيش بهذا الحال ويبقى السلاح العراقي والمال العام العراقي ينهب وينباع بغير مكان والفلوس العراقيه تصدر الى دول الجوار ويفوت للعراق مخدرات وايدز وامراض، ويعني هاي الامور لازم نسلم بها اخوي العزيز؟ لا، الا توحد الشعب يا الله. نعم الا توحد الشعب يا الله، ما يرضى منك التجاره هاي. نعم لا بسنه ولا بعشره ذولا تسلطوا على رقابنا بعد، ما يرضى منها الا الله يخلصنا من عندهم. ما يرضى منها كل حد، يعني امريكا واسرائيل وايران والخليج وكلها على العراق. ما نقصد دولة من عندهم، كل الدول المحيطة والإسرائيل وأمريكا وياهم. نعم مو بس الأسلحة، العراق مدمر كل يعني. وأنت عرفت عندي بقى. نعم 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 نعم. لا مدارس، لا زراعة، لا صناعة، لا كل يعني، بس ما أهم شيء جوبهم ترته وهذا هو. ما يرهم لك الحل يعني، اي يجي هو نفس الشيء يعني. نعم اخوي نعم، شكرا شكرا جزيلا انك انضمامك ببرنامج صوتكم. احمد من الفلوجه، حياك الله يا احمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك يا اخوي؟ صحتك عافيه. هلا بك يا الغالي. انا نازل من 2015. نعم. ولا اذا رجعت على بعثي ولا اذا صار لي 4 سنوات نازل الخيم. باني ثمان خيام، 4 بيوت داعت وكل حرب ورجع مقعها. ونازل بقعتي ثمان خيام 20 نفر احنا. وعندي شهداء 2 من 2007 2008. قلت لهم بكذا الامريكان ناس ابرياء والله العظيم، على خبزتهم يشتغلون وقتلهم الامريكان وكاملة معاملاتهم، واحد عنده اطفال 2. وهاي من 2007 لحد دار كوره معاملته بال 2010 طول 2.5 معامله منجزه حتى صك فيها. وراجع عليه ولقاها بالرمادي بالمؤسسه. قالوا ليش نايمه هذه؟ قالوا ها ماجي ماكو تعويض. ومشيتها صار لي 5 أشهر 6 أشهر من مشيتها لحد الان نايمه ببغداد، شنو السبب ما اعرف. نعم. الله وكل هسه ما املك ربع دينار، قدمنا لي بيت ما اقدر، وكاتلنا البرد والحار بهالخيم هالجزيره. نعم نعم بحالك. احنا تشوف بس التعويض مال الشهداء ليش نايمين عليه ما نعرف. هسه 1600 معامله مشت معاملتي وياهم نايمه ببغداد. ليش نايمين على المعاملات مال الشهداء؟ نريد بس هاي نرجع من عندكم السيد الكاظمي الوزاره البنيه وشنو السبب انهم على الشهداء ما وزعوا للتعويض مالهم.
واحد عنده اطفال اثنين صار لي من 2007 لحد الان اتداول بهم مدارس واركض فيهم وهذا جاي ولا هويه لا راتب لا قطعه ارض كل ثمار. يقشمرون علينا ذيك مره تردون قطعه ارض لو تردون 50 مليون يا بريد 50 مليون قدمنا عليهن وما قام كذا. نعم. وهذا ما سلفه. نعم. شكرا لك اخ احمد. اخ احمد وجه سؤال يقول انا عندي شهداء اثنين قتلوهم الامريكان معاملاتهم لحد الان واقفه ما حد يقدر يساعدني وما حد يقدر يمشي لي معاملاتي. اريد اوجه سؤال ليش معاملات الشهداء واقفه؟ فنوجه سؤال من احمد الى الجهه المختصه حول هذا الامر واتمنى يطلع واحد ويجاوبك ويفهمنا ليش معامله الشهداء واقفه. شكرا لك اخ احمد. ابو عراق من الفلوجه حياك الله يا ابو عراق. السلام عليكم أخوي أستاذ أفضل. عليكم السلام والرحمة والإكرام أغاتي. والله يا أستاذي مين أبدي لك؟ أبدي المؤسسات. شكو مؤسسة بالعراق فاشلة. نعم. شكو مؤسسة. شكو وزارة بالعراق فاشلة. لأن الوزارات والمؤسسات بدت بيها الرشوة أستاذ عزيز الله يخليك. مو بس السلاح. كل المؤسسات اللي موجودة بالعراق لأن ماكو رقيب عليها، ماكو محاسب. للموظف اللي يشتغل بدائرة يخاف من المدير، ولا المدير يخاف من الأعلى من عنده. فأقرأ عليها السلام أستاذ أفن. عراق تحت ميليشيات، تحت عصابات، تحت مافيات. أنا أرجع وأكرر ولو عاد تزعلون علي، أذب اللوم على الشعب العراقي أستاذ أفل الله يخليك. نعم. يا شعب أصحى كافي اتوحد يا شعب اتوحد. فعمي يا الميليشيات يا الأحزاب ترى خاف عبالكم الشعب ساكت. لا الشعب مو ساكت، صابر عليكم، صابر على فسادكم، صابر على ضيبكم. بس ترى يصحى يوم والله ولا يصير ندم عندكم مو طبيعي. فيا حكومة إلا أكو حكومة كافية ترى توصلت حدها. كافي بوك، كافي سند، كافي لهب، كافي. أنت شو وصفكم؟ مصاصين الدماء؟ والله مصاصين الدماء أرحم من عندكم أنتم. وكافي لعبتي بالشعب طوبة كافي. ولكم انتو غيرة بعدكم، إنسانية بعدكم، رحمة يا أستاذ أفل رحمة. ما بقروفهم يعني ما جاي يشوفون هالشعب هذا. ولكم كافي عاد عمي، ولكم كافي. خلوا مخافة الله. إلا تخافون بس انتو ما تخافون الله والله. نعم. حتى الله ما تعرفون انتو أستاذ أفل الله يخليك. الشغلة الثانية ولو راح أطلع شوية من الموضوع، عندك الأراضي، أراضي الجرحى والشهداء لحد الآن بمحافظة الأنبار ماخذينها المسؤولين بيناتهم. أتحدى إلى واحد شهيد ولا جريح استلم قطعته. معاملات الجرح والشهداء دائما. نعم يعني نفس اللي قاله أخوي أحمد بن الفلوجة عن قضية تعويض الشهداء. نعم. والله يا أستاذ أفل أحكي لك إياها. أنا عندي شهيد ولك بالأرض يا براجع. أقسم لك بالله عندي معاملة صار 7 سنين مع الشهيد لحد الآن. لو تترشوا علينا ما تمشي. والأراضي الله وكيلك 7 سنين صار لي عندي قطعة ما استلمتها، هم لازم أطلع عليها. بس يا أستاذ أفل الله يخليك، عندنا ما نخلص من هاي الأحزاب. والله العراق ما يبقى هيك شيء. عم تدمرنا، عم تعدينا شعب العراق كله بتعدي. نعم. بالسفاتين بس هم استهدفهم. هم المسؤولين والموظفين السفاتين. رواتب ورشاوي. وأنا أشكرك أخوي العزيز. حياك الله أخوي أبو عراق. أبو زهراء من كربلاء. تفضل ابو زهراء. السلام عليكم استاذ.
عليكم السلام والرحمة والإكرام أخوي العزيز أبو زهراء. بس التلفزيون نصي لي حتى أسمع أوضح. سلام العزيز رحم الله وديت. حياك الله يحييك يا أبو والله من بس أبو زهراء التلفزيون إذا أمكن تنصي لي حتى أسمعك أوضح لأن دا يشوش على السماعة يمي. إن شاء الله أخي تلل. إيه تفضل اخوي. هذه الاخويه مليانه من هالدوله هاي مليانه ايش نحكي ايش نقول الناس ما خلينا واحد من 2003 نشادناهم كلهم ما طلع ليهم واحد غير. نعم. ناشدناهم من وقلت لك من 2003 ما بيهم خير لل 2022 وصلنا. نعم. نفط ماكو، كهرباء ماكو بكربلاء المقدسه، خي اسمح لي الكاظمي. وخي اسمعني الشاد الصيب محافظ كربلاء الله وكيلك نفط صار اغلى من البشر اغلى من بطل الدم. هذا البلد ابو النفط ابو الخيرات كهرباء ماكو ونفط ماكو الله اكبر ان شاء الله عليهم. اذا ما انتهيت خي اسمعني الكاظمي ابو زهراء بس حتى 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 الناس تعرف بصوره اوضح وتكون الصوره واضحه يمهم. انت تقول لي النفط اغلى من بطل الدم، ليش؟ ايش قد سعر بطل النفط اليوم بالعراق؟ عمي مساء الله وكيلك وحق هذا الحسين وحق هذا ابو فاضل انا المجاوره. نعم. دبه مال دبه 5 لترات مساء راح اشتريتها ب 6000 دينار. نعم. دبه خي اسمعني على كل من يشاهد هاي القناه الشريفه دبه ام 5 لترات مساء اشتريتها ب 6000 دينار وخسر رجعت ابو سديدين. نعم. ليش؟ وين نروح؟ لا نفط، لا وجبه، لا كهرباء، لا شغل، لا عمل، قاعدين على السياسه، السياسيين يشتغل يتعاركون على الكراسي غير عن مود نعرف عنهم شنو عن مصالحهم. كافي من 2003 سقطت صدام لهذا اليوم. الله يسقطكم، عسى بشرفكم، عسى بعافيتكم. الله لا يعطيهم ان شاء الله والله لا يعطي كل من هوس لهم جابهم ان شاء الله. اكو شغله ثانيه انا دايخ بشغله واحده. نعم. احنا هسه قلت لك احنا ناشدناهم من 2003 لحد الان ما حد رد لنا جواب. المرجع ليش ساكت؟ المرجعيه الساكته دايخ مساكت هاي. نعم. الشعب كتل الجوع ماتت تعرمرت النسوان. المرجع الديني المرجع سيد عدد السيستاني ليه ساكت؟ ما أطرش ما عنده دانات ما حد وصل له شنو يعني؟ الهجوم اليوم على الدياله هذا يعني بذمتنا اليوم الشباب هاي قاعد تروح يوم 110 يوم 50 يوم 60 يوم يوم 100 يعني ماكو واحد شريف يقول انا اخو خيتي يا عمي لو باقين على ذاك الوقت اشرفنا والله عمي احسننا النفط كان بالشوارع ظال امان موجود العراق معزز مكرم يعني كل الصفات هاي ما عندهم اذا ما راح نظل احنا هيجي كميه صار لنا 3 اشهر ماكو زيت بطل زيت ب 3000 الشكر ب 1500 بالربيع العطال بطال منين يجيبهن اذا النيرات اليوميه 25 30 الف ما تكفي ابوي يا ناس يا مرجعيه انتبهوا هالبغرة باكر الله شد قلها يا علي السيستاني الله يحاسبك هذا العراق كله بدمتك الشيعه كله بدمتك يا علي السيستاني اللي يصيحون علي وياك علي تاج تاج على راس سيد علي السيستاني سوى لنا علي السيستاني بخت جد احنا وين هذول انا ناشد اللي يصيحون تاج تاج سيد علي السيستاني بعد بس هذول راح اناشدهم انا نعم شكرا 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 لك ابو زهراء. اشهاب من صلاح الدين. السلام عليكم اخويا. عليكم السلام والرحمه والاكرام اغاتي. اخويا من ناجحين المخيمات اشتي. نعم. اخويا البلد الهيبه لله ثلج متر. نعم اخوي انطالب بالنفط اخوي ثلجنا. نعم الناشد الحكومه الناشد المحافظ الناشد
اي حكومه صار لنا 7 أيام ثلج يقع علينا. نعم. وكل من الناس ده ماكو هسه 7 أيام الوفر صار مترتين. نعم. ناس في محافظة صلاح الدين، ناس في المعاصي، ناس في مهدي غريب، المحافظ، أستاذ محمود. نعم. نعم. شكرا شكرا لك اخ شهاب. قضية النازحين هي جرح نازف في جسد الشعب العراقي نتيجة الإهمال ونتيجة عدم تخصيص الأموال اللازمة لإعمار مساكنهم المهدمة نتيجة الحروب اللي صارت في مناطقهم، حتى نرجعهم الأماكنهم حتى يتخلصون من قضية النزوح والعيش في خيام بالية ما تقيهم لا حر الصيف ولا برد الشتاء، وأيضا عدم تخصيص مخصصات لتوفير المستلزمات الأساسية حتى يرتاحون داخل هاي الأماكن اللي من المفترض أن المخيمات مؤقتة، حل مؤقت لعين إعادة إعمار مناطقهم، لكن الحل المؤقت صار لخمس وست سنوات بالعراق. حسن من ميسان حياك الله. أرجع وأذكر موضوعي هو تقارير تشير إلى أنه أكو ضباط ومراتب رفيعة المستوى. لما نحكي على ضباط رفيعي المستوى يعني ماذا؟ نحكي على ملازم أول وملازم ثاني؟ لا، عميد، عقيد، لواء، فريق، فريق أول، دا نحكي على هاي الرتب. ذول الرتب هم اللي دا يسربون السلاح من مخازن الجيش العراقي، السلاح اللي دا يقدمه التحالف الدولي أو السلاح اللي دا تقدمه الأمم المتحدة أو السلاح اللي دا يشتري العراق بصفقات مع دول موردة للأسلحة حتى يبيعها للميليشيات. السؤال، هذا السلاح شلون طلع؟ شلون عبر من المخازن؟ شلون عبر من السيطرات؟ شلون وصل الوجهة النهائية؟ وقيادات الجيش شلون ما حست به؟ وليش ماكو رقابة على الموضوع؟ وهسه يلا طلعت لي تقارير تقول أكو خبر عن يعني مذكرات القاء قبض بحق عشرات من الضباط. زين وينكم كل هالسنوات؟ واكو سوق للسلاح السوداء هو من اموال الدولة العراقية ودا ينباع وما حد يدري به. حسن من ميسان حياك الله. الو 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 اخوي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام يا غالي. شلونك استاذ؟ شلون صحتك؟ هلا بيك يا الغالي. احنا انا لحاكي رجعت من السجن. نعم. وشملت بالعفو وطلعت والحمد لله. نعم. فانا اناشد وطالب الحكومه العراقيه. نعم. فمن نريد لنا عفو عام وشامل للمظلومين اللي بالسجن. نعم. للامراض بي. تسمعني؟ اسمعك. الناس مظلومه وحق روح الحسين، ناس بريئه، ناس امراض، ناس تركت عوائلها، ناس تبهذلت بالسجون ما حد ينشد بها، مظلوميه. الله اكبر الله اكبر. انا حاكيك هذا طلعت قبل فتره. نعم. فاحنا نرجو من الحكومه العراقيه العفو عام وشامل، تفتح صفحه جديده. يعني هاي الناس ما لها مصير. شنو جنتها؟ أخ حسن أقدر أسألك جنت بأي معتقل لو ما تقدر تقول؟ ما أقدر والله مع الأسف. زين. بعيداً عن اسم المعتقل، بعيداً عن اسم المعتقل، أنت قلت إنه أنا كنت معتقل في أحد السجون العراقية وطلعت وشملني العفو وقريباً أنا طالع. أنا ما صار لك فترة من طلعت من السجن، الحمد لله على سلامتك. أولاً، السؤال الثاني، نقدر نعرف طريقة التعامل مع السجناء العراقيين داخل السجون شلون؟ يا أخي مظلومية، يحاربونك حرب نفسي. إيه. تفتيش دك، أكل، الأكل ما ينوكل، مو مال أوادم. نعم. يعني إلا ما تحكي لك حكاية تبتلي، يعني بدون كياس، بالضيم. يعني ناس مظلومة، الله وكيلك. فأنا طلعت الحمد لله وشكر، بس أنا هاي الناس اللي ظلت جوا. أخ حسن، الضرب، التعذيب، نقدر نعرف شنو سمعت أو شفت منه؟
يعني بسيط اصلا، حتى سوء تفاهم يعني يدمرونك دمار. نعم. اذا شيء بسيط يعني اختلفت ويا شيء حرس ويا ضابط خفر ويا اي انسان من عندهم الموظف تبتلي يعني ينهونك نهيان. فليش هيك هذا الظلم؟ يعني احنا نطلب من الحكومه العراقيه فكافي فتحوا صفحه جديده، المغيبين وين؟ نسوان ايه وعوائلها ظلت، واطفال ايه؟ البيت تلقى بي يعني خمس نساء وعشر اطفال، ثمان اطفال، خمس اطفال، شنو ذنبهم هذا؟ احنا هم كنا نتابع اخبار ونعاين ونريد عفو وعام. يعني كله ما تلقى الفاحي به حاله نفسيه، الفاحي يعني. عالم شفطت، عالم انتهت، عالم تدمرت. نعم. فاحنا نرجو من الحكومه العراقيه، من هذول الفايزين الجدد، يعني مظلوميه ما مشوفه ولا ساديه على انسان، وحق روح الحسين. وشكرا الكام، وشكرا للقناه هاي، القناه العراقيه الرافدين الطيبه، توصل صوت الفقراء والمظلومين. شكرا لك انت يا طيب. الله يسلمك اخوي. اولا اخوي العزيز، هذا واجبنا امام الشعب العراقي وامام بلدنا العراق، لان يعني واجبنا ان نوصل صوره صحيحه لما يحصل بالعراق. نعم، ما يحصل في العراق فيه كثير من المصايب، ما يحصل في العراق فيه كثير من الناس اللي انظلموا وتاذوا، معتقلين شريحه، النازحين شريحه، نفسهم الناس اللي عايشين في بيوتهم اليوم اكو ماساه، مثل اخونا من كربلاء ابو زهراء عندهم قضية نقص المشتقات النفطية وقضية نقص تجهيز الطاقة الكهربائية للمنازل في محافظة النجف مثلا، البصرة اللي ما بها مي، الملوحة، الزراعة، الصناعة، التربية، كل هاي الأمور سببها أنه العراق يعاني من نظام محاصصي طائفي مقيت، مبني على شيء خاطئ، مبني على شيء يحاول أن يفتت اللحمة ما بين أبناء الشعب العراقي، لكن شباب العراق وثوار العراق وأبناء العراق يرفضون هذا الشيء، إن كانوا ثوار العراق في ثورة تشرين، إن كانوا شباب العراق أصلاً، وإن كانوا العراقيين بشكل عام يرفضون ما أتت به العملية السياسية من مخرجات ويرفضون الاحتلال كله. أبو شيماء من بغداد، حياك الله. مساءك أستاذ رفل. هلا بيك يا الغالي. أستاذ رفل، هذا بكربلاء يقول سيد سوالك. تقول لي سيد ستار اليوم سيد ستار تقاعد بكربلاء يوم الفتوى مالته. أبو شيماء. أبو شيماء حبيبي، أخونا أبو زهراء يقول أنا بس أرد أسأل يعني ليش ما نطى فتوى في توزيع الكهرباء، ليش ما يعني دا يوجه تساؤلات، هو ما أسأل أحد. يا سيد ستار قل له خاف ما يعرفه ما نايم كان. أقول له لو مو هو الفتوى مالته كان أنت قاعد في كربلاء قاعد ببيتك، وكل حراس زاني والداني يعرف الفتوى مالته. فهاي المرجعية الدينية يعني كل شيء جابوا. زين اخوي ابو شيماء، احنا ليش ما نسال ليش بس من رخصتك ابو شيماء، انت تقول هذا التساؤل شو يعني لو ما هاي الفتوى ما كان موجود هو ببيته. زين السؤال الثاني، لو ما تقاعس الجيش العراقي وهروب الجيش العراقي ولبسهم الدشاديش بقياداتهم وبمراتبهم وهروبهم من مناطقهم كان صار اللي صار؟ طبعا هاي شيء بالدين الحدث حبيبي. اذا المتقاعس الاول بهذا الموضوع منو؟ طبعا هم صار خلل استاذ رفل، هاي زين مضل 100 ساعه. هسه احنا بال 2022 بعيدا عن اللي صار بال 2013 و 2014، احنا بال 2022 طلعوا ببيان النصر، طلع بحيدر العبادي وقالوا خلصنا من داعش، تمام؟ صحيح. زين اكو ضباط دا يستغلون مخازن الجيش العراقي، دا يستغلون اموال الدوله العراقيه، دا يستغلون مناصبهم، ان كان اللي صار بجبله وقتل 20 نفر من عائله واحده وهو استغلال منصب، وان كان بيع السلاح التابع للجيش العراقي اللي داخل بالمخازن العراقيه وبتقارير رسميه، زين واكو مذكرات القاء قبض بحق ضباط بالجيش هم اللي دا يسربون الاسلحه دا يبيعوها بالخارج للميليشيات، زين هذا السلاح تابع للخزينه، تابع للدوله وتابع للجيش، وقدر ضابط يتصرف فيه شلون؟
طبعا شنو هي مو جديده اخويا العزيز؟ فساد مافيا ما فساد هواي كل يوم، مو شيء جديد هذا. وبعدين هم ذول هو نعم مو شيء جديد، بس اذا تجي علي من 2003 لليوم يا موته، اذا تريد تجاوبني راح اسالك، هاي مافيات الفساد سببها منو؟ مو هذا النظام المحاصص الطائفي المقيت اللي صار بالعراق نتيجه جلب الاحتلال الامريكي وبول بريمر ودستوره القاتل للشعب العراقي لو لا؟ اي صحيح هذه وصلنا النقطه، وصلنا النقطه حلوه. اذا اي صحيح، اذا الحل شنو اخوي العزيز؟ ضابط يستغل منصبه ويقتل العائلة، ضابط يستغل منصبه ويبيع السلاح، ضابط يستغل منصبه ويقعد يسوي اللي يسويه بسيارته وبالشارع وبالعالم، لأنه والله شنو هو عنده ضابط وعنده هوية، والنتيجة كلها أكو فساد وأكو نازحين عايشين بالمخيمات والدنيا دا تثلج فوق رؤوسهم وجهالهم يتراجفون من البرد، وأكو ضابط يستغل أموال الدولة حتى يبيع السلاح، وراها ترجع لك الدولة تقول لك أنا ما عندي سلاح وتروح تسوي لي صفقات بملايين الدولارات ويا شركات ما معروفة، ويجي سلاح فاسد مثل صفقة السلاح الأوكراني اللي سواها نور المالكي. زين والحل شنو أبو شيماء؟ قالوا والله الحل بيلا مصر شو سوي يعني، هاي هو الفاسد فاسد شو سوي زين؟ هذا الفاسد ما تدافع عنه إيران؟ ايران احنا نروح نرجع على ايران. لا هي ايران اخوي اكو تغول ايراني، يعني لازم نؤمن. هذا الفاسد اللي دايحكم بالعراق، اللي كان حزب واللي كان كتله واللي كان برلمان ورئيس برلمان ورئيس وزراء ورئيس جمهوريه، مدى الدعم ايران لو لا؟ لا بالدعم كان عندنا السعوديه ودعم الامارات. هذا من هو اخوي العزيز؟ هو دول لبسهم. من هو اخوي العزيز اللي ما دعم ايران؟ رئيس البرلمان ورئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء؟ اذكرك لما صار عادل عبد المهدي ومحمد الحلبوسي وبرهم صالح، لما طلع احد المسؤولين الايرانيين وقال سجلنا 3 أهداف على الولايات المتحده الامريكيه في العراق، فشلون ماكو دعم بالعراق؟ والله يا انا بالنسبه لي مقطيع ماكو، هاي شغله داخليه صدق. والله احنا من فقط والله احنا نتجه فيها فلانية، احنا عراقيين استاذ، وهم ذول الجيش كله جيش، بس في جيش سابق من العراقيين وقسم مال، فاحنا ما راح نسقط وزب على قولت بالمثل، انا مو جينا بصوش على جيراني. بس ابو شيماء سؤال، انت تقول لي بالنسبه لي هذا شان داخلي، يعني بالنسبه لك شنو؟ انت عايش بهاواي؟ انت عايش بالعراق اخوي العزيز، يعني اذا انت تقول لي بالنسبه لي زين المنافذ الحدوديه شلون بدها تعبر، الاسلحه المواد الغذائيه الفاسده شلون بدها تعبر، التهريب المخدرات من دوله الارجنتين المجاوره شلون بدها تعبر، يعني هاي الامور كلها بدها تعبر وتقول لي ماكو سيطره ايرانيه؟ لا شنو هذا اللي دا يصير بالعراق؟ من اللي مسيطر؟ يعني بس الحبيبه بس ايران وزيد اسرائيل وكل سعيده الله وكيله، والانهر اللي سدتها ايران على العراق زين، والانهر مال مي سدتها ايران على العراق، ونزل منسوب شط العرب بالبصره وقام الخليج يصعد على شط العرب والملوحه زادت من وراه، والمزارع العراقيه بارت والمناطق الزراعيه صحرت وماكو زراعه بالعراق لان ماكو مي، هاي منو سواها؟ اني اخويا لو انت استاذ روحوا على تركيا اشتلت نص العراق يرحم مالك، ومصر راح والاردن راح تاخذ نص النفط مال العراقي يعطيهم اياه الحكومه، الاردن اللي ومصر اللي دبلونا بس الانتحاريين والقتلة حربة والعراق. اخوي يعني عزيز انا بدي اسالك على المي، انت حولت على النفط، دا اقول لك المي منو قطعها؟ مي ماكو، مي من اساسه ماكو يا اخوي. شنو مي ماكو؟ تعرف كم رافد سدت ايران على نهر ديالى جيف؟ تقول لي مي ماكو؟ ما عندهم هم مي ما عندهم، انا مو دفاعا عن الاستاذ العزيز، انا بالعراق هو مي ماكو. ارجع اقول لك ابو شيماء، اتمنى تفتح الانترنت وتشوف السدود اللي بنتها ايران والسواتر الترابيه حتى تقطع المي عن العراق. مع الاسف يعني احاول انه اوصل لك نقطه واقعيه، انت ترجع وتقول لي ماكو، كل شيء دا احكيك اياه تقول لي ماكو، فما اعرف. يعني ارجع اوجه الاسئله نفسها الى الاخوه المتصلين. أبو شيماء يقول إيران ما متدخلة بالعراق، إيران ما مسيطرة على الوضع السياسي بالعراق، إيران ما لها دخل بالعراق، وإيران تدافع عن العراق. أنتوا شنو رأيكم بالموضوع؟ رياض من أمريكا حياك الله. السلام عليكم أخ عافل، تحياتي لك ولخلاصة حياك الله أخوي البطلة اللي تتكلم كل صوت عراق الشريف ومخلص. الله يسلمك أخوي. جوسي هذا ما يتكلم حقيقة، ما يتكلم الصحيح، مغمض عينه ما يشوف المشاكل والقتل اللي يصير، ما يباوع بعينه
يعني عجيب غريب يا قافل، كلهم مجرمين ايدهم ملطخة بالدماء، من فاتوا الامريكان جو وياهم هم ومقتدى الصدر وكلهم مجرمين. نعم. شلون يا شكرا. شكرا لك أخ رياض. نرجع ونكرر أنه كرامة الأخوة المتصلين وكرامة أبناء الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه محفوظة، وأي كلمة مس أي مواطن ما مقبولة، والرد عليها من عندنا راح يكون مو من الأشخاص الآخرين. أبو رائد من واسط، حياك الله أبو رائد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك أخوي العزيز؟ هلا بيك يا الغالي. أنا بالنسبة لأبو شيماء المتصل هذا، يدافع عن إيران. قل له هو من لعب بالعراق غير إيران؟ نعم. منو لعب بالعراق غير إيران؟ أبو رائد إذا أمكن يعني تنصي لصوت التلفزيون حتى نسمعك بشكل أوضح. نعم. صار أخوي صار. أي تفضل أخوي. تفضل أغاتي. أنا بس أبدأ على سؤال، هذا هو وين عايش؟ عايش بالعراق لو مو بالعراق؟ خلي يرد عليه، خلي يرد عليه. هو إذا متصل يتصل مرة ثانية ويرد عليه. هو وين عايش؟ عايش بالعراق هو. ليش هاي الميليشيات والأحزاب هاي لعبت بالعراق؟ شاط باطي، منين مصدرها؟ تسمعني أخويا؟ نعم أخويا أسمعك. هاي مصدر إيران. نعم. قتل وذبح وبات وسلب ونهب. زين؟ الدولة ما مكفاهم، كلها مكفاهم. هذا سدوا المدينة. يعني هم أجوا قلت لي يقول بذريعة يدافعون دون العراق. ليش هو العراق؟ من كان يطلب له؟ العراق من كان يهوط العراق؟ تقبل الله. زين، انا بالجيش العراقي طلعنا المخدرات من اذن البغل، كانت تجي من ايران. تسمعني؟ نعم. هاي في قاطع بنوين طلعنا المخدرات من اذن البغل. حتى ظل العراق لكله منهب وادب، والله مع كل الاسف. نعم مع كل الاسف. واحكيها بمراره واحكيها بحرجه. زين، كلها من وراء هالناس اللي اجت، اللي لا ما عندها لا ذمه ولا ضمير. العراق هذا ابو الخير. نعم. أبو الأولياء، أبو الأنبياء، أبو الأئمة، أبو الخيرات، بلد النهرين. يعني خير العراق كان. نعم وصلت الفكرة أبو رائد، وشكرا جزيلا لانضمامك لنا برنامج صوتكم. كيان من بغداد، حياك الله أخويا كيان، وأتمنى بسرعة لأن عندي رسائل لازم أقرأها. لا لازم تعطيني وقت. أول شيء مساك الله بالخير، مساك الله بالنور أخويا العزيز. أول شيء تحية للسيد المحترم رياض اللي اتصل من أمريكا. الرد مو هيك يصير، الغلط مرفوض بهاي القناة، هاي وحدة. نعم. أبو شيماء أنا رد علي، تحية طيبة لأبو شيماء. أبو شيماء هسه أنت تتصل دائما، أنا أسمعك ودائما أنت تعارض، يعني من واحد يذكر إيران يذكر الحكومة تعارض. آمنت بالله رأيك ومحترم وعلى العين وعلى الرأس، ماكو مشكلة. أبو شيماء ما سمعت فد يوم، أنت مسلم حضرتك، ما سمعت فد يوم دافعت للنازحين؟ هاي الناس هذول هم خواتنا واخواننا وابائنا وامهاتنا، ينامن بالصحراء وبالجوز وبهالبريد وقاعد يموتون بالبريد ومن الجوع. ما سمعتك تدافع لهم، ما سمعتك تدافع لمرت الشهيد،
خطيه هاي يسامونها على شرفها بالتقاعد العامه من تراجع المعاملتها. ما سمعتك تدافع الارمله المطلقه، ما سمعتك تدافع اليتيم، ما سمعتك تدافع للعراق، ما سمعتك تدافع المواطن. انا كانما هذا الاخ المحترم ابو شيماء عايش بلوس انجلوس، ما عايش بالعراق، هو طبعا عايش ببغداد. هاي وحده عايش ببغداد، انا دسيله اولاده تعليمهم صحيح موجود يعني لهم قاعد بالدراسه، وزاره التربيه تعطيهم كتب، تعطيهم ملابس، تعطيهم ملازم دراسيه، قاعدين يجحون. ورده سيلر تشرب مي من البوري صحي؟ مي تشرب نظيف من البوري؟ يجيك المي هسه، المي يجيك اساسا على مو تشرب مي، المي وصل لك؟ لا، انت من تروح المستشفى ابو شيماء، من تروح المستشفى تلقى الامور جاهزه وماكو اي مشكله، لا سامح الله الله يكفيك الشر، يعني انا ما جاهز عليك. اذا صابك شيء تروح المستشفى يقابلونك باحترام، هاي لو تلقى المستشفى بي تكتك وبقوارض وبكلاب سائبه وبقطط وبنفايات وباوساخ والشراشف ما استدي بها دماء. زين انا ارسل لك ابو شيماء من السوق تلقى الزراعه العراقيه، الزراعه العراقيه مالتنا الوطنيه طماطم خيار بوتيتا باذنجان تلقاهن ذني عراقيات، ماكو مو عراقيات، ايرانيات تركيات مصري افريقيا تنزلنا ليمون افريقيا الميته من الجوع تاكل ورق مال شجر تنزلنا ليمون افريقي. زين انا ابو شيماء ارسل لك من تمشي انت بالشوارع تشوف شوارع صحيحه شوارع صحيحه طرق وجسور محترمه حالنا حال الدول والناس المجاوره ابسط شيء. هواي دول ما اذكر واظلم دول، اكو دول جوارينا ما عفى لا زراعه لا صناعه لا اي شيء، وروح شوف طرقهم وروح شوف انفاقهم وشوف جسورهم. زين هذا اسال ابو شيماء عندك ضمان صحي؟ لا. هذا اسال ابو شيماء هاي الدوله من 2003 لحد هاي اللحظه انطتك شيء؟ ضمنت مستقبلك؟ أمنت لك أمور إلك لحياتك والعائلتك؟ لا، هاي هم ما موجودات. يعني أنا أبو شيماء والله العظيم راح يدوخني في ذلك الكريم. مثلا أبو شيماء الهوى تشتمه نقي؟ طيب أخيان كنت أتمنى أنه يعني اسمحني بس أنت بس ملخصتك يا أخويا، مو الوقت راح يدركني، راح يخلص وقت البرنامج ولازم أختم. نص دقيقة مو نص دقيقة والله أختم يعني. لازم عندي واتسابات وعندي اتصال ثاني، أعتذر منك شديد الاعتذار، أتمنى لو داق من وقت وإلك كل الوقت. أنا صار ساعة اتصل ما حصل، اعتذر منك، بس تعرف العالم تريد تتصل وتوصل معاناتها من نازع الى معتقل الى ام معتقل الى صاحب مظلوميه، فاعتذر منك. شكرا جزيلا لك اخ كيان. ابو محمد من البصره ويانا، حياك الله. السلام عليكم استاذ أسهل. افل حياك الله اخوي العزيز. ونعم منك اخوي. ما اتمنى الحكي هذا كله لا من صوب اللي الجماعة يحكون ولا من صوب الجماعة دول اللي يحكون. يا أخ والله يعني أشوف السنة كانت تصالي غير شكل، لكن لما يقول ما تستحيبون على النازحين، لا والله قلوبنا تصير عليهم دم الله العظيم على كل واحد عراقي وعلى كل أخت عراقية. فما أتمنى هذا الحكي يصير. يا أبي حلال أنا شفت طفل من النازحين بصورة والله في قلبي انترد. يا اخوي جماعه ما يروحون جايب شويه المرجعيه، وتعرف احنا ناس احنا شيعه المرجعيه لازم تطي كل واحد تطي فتوه عليها، ما يصير احنا ما نعلمها بشغلها. فما اتمنى على راحتهم ولا اتمنى على المتصلين. كل ما كان ابو شيماء حشرايه وانت رجال الطيخ رايح يجي واحد يغلط، فما جاوبنا ابو محمد جاوبنا على الغلط اللي صار وما قبلنا به، وحق الرد مكفول وشكرا جزيلا لك، لكن الوقت راح يدركني. بالنسبه لرسائل اخي المحترم، بالسودان اصدر القضاء السوداني بيانا بالاجماع في كافه الولايات يحثون فيه الحكومه عدم قتل المتظاهرين او الاعتداء على اي متظاهر او المساس بحريه الانسان بالتعبير عن رايه، لان اكو قانون يكفل هذا الشيء بالسودان، لكن القوات الامنيه والميليشيات المدعومه من قبل الحكومه والاحزاب من 2005 لحد يومنا هذا قتل خطف ناشطين متظاهرين قمع حريه المواطن بحق التظاهر، ناهيك عن السجون المكتظه بالابرياء والقضاء العراقي مكتوف الايدي اخرس اعمى لا يسمع ولا يرى
لأن جميعهم تابعين لأحزاب حاكمة أخوكم أبو مالك من الولايات المتحدة. السلام عليكم أخي أفل ولكادر قناة الرافدين. أخي الضابط اليوم عايش على راتب الجندي الوهمي وعلى ما يحصل عليه من أموال ومصوغات البيوت اللي داهمها. أما موضوع النازحين فإن تمت إعادة النازحين كيف يكسب الحلبوسي والخنجر والسياسيين الذين يدعون السنة من أموال المساعدات التي تقدمها الدول للنازحين؟ وإلا كيف للحلبوسي أن يهدي سيارة موديل 2021 إلى مشجع كرة قدم في حين أن أهالي المناطق المحررة يعيشون في خيم بالية وسط هذا البرد القارس والثلوج؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، وشكرا أبو محمد من النرويج. السلام عليكم أستاذ أفل، بالنسبة لوضع العراق ما راح يتغير أبد ما دام هناك من هو مستفاد من الأحزاب وغيرها، ما هم كل شخص متضرر بهذا البلد أصم وأبكى وأعمى فهم لا يعلمون. بس نقول رحمة الله على روحك وتحياتي لكم رنا من بابل. رسالة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فكروا بها يا عراقيين ستجدون أين الخلل وستعرفون ما هو الحل. رسالة تقول السلام عليكم. وعليكم السلام أخوي العزيز. ورسالة أخيرة تقول السلام عليكم، حاليا اليوم تجارين قويات في اليوم أكو انفجارين قويات في الكرادة، أتمنى أنه ما يكون هنالك خلل أو ما يكون هنالك شهداء نتيجة هاي الانفجارين، وأتمنى من السياسيين كلهم يطلعون ويعرفون العراق ويخلون العراق للعراقيين. مشاهدين الكرام، ضابط يتصرف بأموال الدولة العراقية والجيش العراقي ما يدري به والحكومة العراقية ما تدري به والحكومة في بغداد ما تدري به، هاي مصيبة وطامة كبرى. لأنه الضابط من أخذ رتب ومراتب على كتفه مو يعني أنه ملك الدولة العراقية وصارت طاب باسمه ويتصرف بأموال العراقيين، لكن المشكلة أنه الأحزاب والكتل السياسية سكت عن هذا الموضوع. فأما إذا أريد يبقى الوضع على ما هو عليه مثل ما قالوا بعض المتصلين، فما أتوقع العراقيين يقبلون به لأنه ما كان ثاروا بثورة تشرين. وعليه الرأي إلكم أنتم بالأخير. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذن الله باكر. في أمان الله.